سياسة النقل وفضيحة الديزل الخاصة بالتلاعب بمحركات السيارات ومصالح صناعة السيارات الألمانية من بين النقاشات الساخنة التي تسيطر على الحملة الانتخابية الألمانية. نحن في شتوتغارت التقينا بمانفريد نيس الذي كان يحتج مع الجيران ضد تلوث الهواء. هذا الأستاذ المتقاعد يعيش بالقرب من مفترق الطرق الأكثر اتساخا في ألمانيا هو نيك أرتور. نيس هو عدو المدافعين عن الديزل. في 2005 رفع دعوى قضائية مشهورة بسبب مستويات عالية من الجزيئات في الهواء. ما هي المشكلة؟ هنا في شتوتغارت وأيضاً في العديد من المدن الأخرى السكان يعانون من التسمم بسبب ملوثات الهواء. أتمنى أن يعيش الجميع في بيئة آمنة ونظيفة. اعتماداً على تقييم المخاطر سكان شتوتغارت يفقدون من 2 إلى 9 سنوات من حياتهم فقط بسبب العيش في هذه المدينة. في شتوتغارت صناعة السيارات هي المواجه الحقيقي للمنطقة والحكومة تحاول أن تكون خادم لصناعة السيارات. في الواقع هي ليست محاولة بل هي حقيقة. الوكالة الأوروبية للبيئة تؤكد أن حوالي 10,000 شخص يموتون في ألمانيا قبل الأوان جراء تأثير أكسيد النيتروجين الذي يولده الديزل، وتبقى هذه الأرقام محل نزاع. نلتقي إيريك ستورم هو فنان. هذا التقاطع الأكثر اتساخاً في ألمانيا هو المكان المناسب بالنسبة لي. جوزيف بويز، مارسيل دوشان وجيف وول كانوا جميعاً يعملون مع الغبار لأن هذا ما يجعل الأمور غير المرئية مرئية. لقد اكتشفت هنا مادة اسمها نيك أرتور بلاك وهي عبارة عن غبار ناعم جداً يوجد هنا في نيك أرتور. وفي الوقت الذي يعمل في ستورم على صبغة خاصة جدا دعونا نلقي نظرة على السياسة. الحزب الأخضر يريد استبعاد محركات الاحتراق بحلول عام 2030 وكبار الديمقراطيين الاجتماعيين يقولون أشياء غامضة. أما المنافس الكبير مارتن شوز فيفضل عدد كبير من السيارات الأوروبية التي تعمل بالبطارية، في حين يطغى اللون الأسود على شعار الألوان السياسية للمحافظين. وأنجلا ميركل قالت إن محركة الاحتراق سوف تستمر لعدة عقود. حسناً، لون نيك أرتور بلاك جاهز تقريباً الآن. هنا توجد قطعة من شتوتغارت جزء من المدينة، إنها مادة خام متجددة يمكن إنتاج هذا اللون الخاص دون نهاية لأن هذه المادة ستبقى هنا لبعض الوقت. هذه القطعة ثلاثية الأبعاد التي نحتها إيريك هي من الغبار الحذر الذي أصبح أسوداً، يقول أشيم ديتلر الذي بدا عليه الاندهاش الكبير. ديتلر عمل عدة سنوات لحساب شركة رائدة في صناعة السيارات الألمانية في تطوير أنظمة معالجة الغاز العادم، واليوم يدرس في معهد تقني. في رأيه أن وسائل الإعلام التي تجهل تكنولوجيا الديزل والحملات السياسية هي من صورته بهذه الصورة البشعة. إن تكنولوجيات محركة الاحتراق ستبقى على قيد الحياة بفضل الوقود الاصطناعي، والديزل لا يزال لديه مستقبل لأن محركات الديزل جديدة ونظيفة. لا يوجد الرصاص في أي مكان في الهواء، وليس هناك ثاني أكسيد الكبريت في الهواء أيضاً. اليوم كل الملوثات وجميع المواد السامة اختفت. بالنسبة لي الصورة واضحة لأن هناك العديد من التطورات في هذا المجال، لأنه عندما نلقي نظرة على العجلة ومكابح السيارات نجدها نظيفة وخالية من الغبار. رجل الأعمال الاجتماعي جان لوتس يؤمن بالبيانات المفتوحة. كم عدد الجسيمات الموجودة في الهواء؟ لوتس وابنه إلياس احتاج إلى 12 دقيقة لتجميع تحاليلهم حول تلوث الهواء. الدليل يمكن الحصول عليه من شبكة الإنترنت. لوتس هو من أطلق المشروع، وبفضله ستتناول شتوتغارت شبكة من أجهزة تحليل البيانات المشتركة قريباً. لا يجب الخوف من القيام بما يجب القيام به من أجل إنقاذ المناخ في العالم، فقط يجب فعل ذلك وفعله الآن. نوافذ الاهتمام من أجل إيجاد حلول ومعايير موحدة هي تقريباً مغلقة، لذلك نحن الآن بحاجة إلى قفزة نوعية وقفزة كبيرة إلى الأمام. نحن بحاجة إلى مدينة دون سيارات حيث يمكنك السفر بالدراجة الخاصة في المدينة المستقبلية. لوتس هو من بين الأشخاص الذين يشجعون ركوب الدراجات كل مساء جمعة لأنه يرى أن ذلك دليل على إرادة ورغبة في التغيير. أنهم يشلون حركة السيارات في شتوتغارت، وفي حال إخفاق السياسيين في إيجاد حلول للجمع بين احتياجات النقل والمشاكل الصحية فإن المحاكم كفيلة في الفصل في ذلك. هل سيكون بمقدور ألمانيا تغيير سياستها فيما يخص الطاقة والنقل؟ الانتخابات البرلمانية القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.